جهاز تشينج اوفر او تحويل الاطلس ثلاث خطوط تظهر بهاي الحاله انه يحاول ينهض وتطفى الشاشه يحاول ينهض وتطفى الشاشه. بالبدايه شكيت انه ممكن تكون ريليات او التغذيه مال ريليات. عندي المشكله بس بالخط المولد، على الوطني يشتغل، الوطني كهرباء زينه بس المولد الكهرباء ضعيفه. قلت احتمال انقله للخط الثاني مال المولد المنزل نفس المشكله، رجعت ربطته على خط الوطني نفس المشكله. من فتحت الجهاز لقيت بيه مكثفات اثنين على خط الرئيسي مربوطات على التوالي، كل وحده 120 فولت، طبعا هاي قيمتها 400 فولت. وحده منهن تقريبا 110 وتفصل، 110 وتفصل. هذه شكلها ظاهريا ما بيها شيء، لكن من الاسفل تلاحظون التسريب مال المحلول مالتها، المحلول كذا. عندك هاي الحاله فحاول تشيك المكثفات، طبعا بالفحص ما تقرا ولا مايكرو، صفر مايكرو. استبدلتها واشتغل الجهاز بشكل صحيح. شكرا.